ماذا يعني أن يقع طرف تحت طائلة العقوبات الأمريكية؟ باعتبارها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، لها حق الفيتو داخل الأمم المتحدة، وتملك العملة الأكثر استخداما وتداولا في المعاملات التجارية الدولية. تمارس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود سياسة فرض النفوذ في النظام الدولي، باعتبارها القوة العظمى المهيمنة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وانهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991. وعلى مدار تعاقب الرؤساء الأمريكيين، تزداد واشنطن ضراوة في الدفاع عن قوتها ومصالحها واستمرارها عبر أشهر أسلحتها المتمثل في العقوبات التي تستهدف اقتصاد الدول التي تصنفها خطرا، أو تلك الجماعات والأنظمة التي ترفع شعار الموت لأمريكا. ماذا يعني أن تكون دولة تحت العقوبات الأمريكية؟ أن تقع دولة ما في فخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية يعني أنها ستخضع لضغوط هائلة بغرض تحقيق تنازل يخدم السياسات العامة للولايات المتحدة. وفي حال فرضت الولايات المتحدة العقوبات القصوى، فلن تتمكن الدولة من التعامل بالدولار، كما ستشتمل القيود منع الشركات الأمريكية التجارية من التعامل معها وتجميد أي أصول أو أموال داخل الأراضي الأمريكية وانتقال ملكيتها للحكومة الأمريكية. في الحالة الإيرانية، يظهر مدى تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران بوضوح خلال أزمة انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي. فالنفط الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد انخفض إنتاجه إلى النصف بحوالي 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت الصادرات التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل 3 سنوات إلى 130 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية صادر أوائل العام 2020. وتستهدف الولايات المتحدة حظر صادرات إيران النفطية حتى تصل إلى الصفر. ولأن النفط يمثل أكثر من 80% من الصادرات الإيرانية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني تأثر بشدة مقارنة بالأرقام قبل وبعد العقوبات الأمريكية. وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير عن الاقتصاد الإيراني الصادر في أكتوبر من العام الماضي، فقد تقلص الاقتصاد بنسبة 6%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 39%، وتدهور سعر صرف العملة الإيرانية ب 45%، كما تراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار، وارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة إلى 2.2%. لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي يقول: لن تركع إيران أمام العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ليست طهران فقط من تشهد عقوبات اقتصادية قاسية تستهدف إسقاط نظامها، ففنزويلا صاحبة أضخم احتياطي نفطي في العالم تشهد أعنف حالات تضخم وارتفاع مستوى أسعار في تاريخها، ورغم أن دراسة أمريكية أعدها مركز بروكينجز أشارت إلى أن التدهور الاقتصادي حدث قبل فترة طويلة من فرض العقوبات، إلا أن العقوبات الأمريكية نفسها ساهمت في الإضرار بالاقتصاد عبر استهداف قطع الإيرادات النفطية عن نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للبلد العضو في منظمة أوبك، والتي تمثل 90% من مصادر الدخل القومي. وخسرت العملة الفنزويلية 38% من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي الذي كان من بين أكبر دول القارة ازدهارا واستقرارا في الثمانينيات إلى النصف بين 2013 و 2019، وهو ما دفع الحكومة لاستخدام الدولار والربط غير الرسمي بالاقتصاد. وحسب بيانات البنك المركزي الفنزويلي، فنسبة التضخم جاوزت نهاية العام الماضي حاجز 3000%، وهو ما يعني تضاعف الأسعار بشكل جنوني تزامنا مع انهيار قيمة العملة.